القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. من يوم ما صرنا نهرب من الطريق الطويلة لازم ناس لابسين أخضر وقفونا على الأقل مرة. في سبيل انعاش المسرح وتشجيع الشباب على الانتاج المسرحي الفلسطيني، جرت فعاليات مهرجان عشتار الدولي الاول على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي بمشاركة مسرحيين ناشئين من 7 دول حول العالم. أهمية المهرجان، هو مهرجان اللي قام على تأسيس هذا المهرجان واللي قام على العمل في هذا المهرجان من بدايته لنهايته هم طلاب مسرح عشتار. هذه من إحدى أهميات المهرجان، وكمان هو كمان مهم لأنه بحضن تقريبا 7 دول ومن جنسيات مختلفة. خطوة في بكرة كان شعار المهرجان الذي يأتي بالتزامن مع تخريج الفوج 7 من طلبة مسرح عشتار من برنامج تدريب آل الدراما. مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب هو لأول مرة يعقد، وبتنظيم وبرمجة الشباب أنفسهم، لأنه هو مشروع للتخرج لفوج 7. وتضمن المهرجان عروضا مسرحية عكست آلام وطموح الشباب في بناء جسور للتواصل مع شباب العالم بهدف رفع الصوت الفلسطيني وإسماعه للثقافات الأخرى. احنا كنا من اكثر من 10 بلاد، كل واحد جاي من بلد، وكلنا في ناس حتى ما بتحكي نفس اللغات، كان لازم نترجم ونعمل هيك، بس كان كتير حلو انه كان في ثقافات غير. الرسائل كتير اللي كانت ضمنتها المسرحية والمهرجان، رسائل كتير كتير انه نجمع ناس من جميع انحاء العالم بلغات مختلفة وانهم يتكلموا عن القضية الفلسطينية. كان في تركيز على كتير اشياء مثل الرقص، مثل الغنى، مثل الحركات، مثل احترام المسرح، كيف لازم يكون شكلنا على المسرح. يا سلام على الشعب الفلسطيني واحلام الشعب الفلسطيني، ويصار نفسه يروح سياحه في البلد. وجد هؤلاء الشباب في خطوة في بكرة فرصتهم للتعبير عن مدى الظلم والقهر الذي يعيشه الفلسطيني في ظل هيمنة الاحتلال الاسرائيلي على كل مناحي الحياة الفلسطينية. خطوة في بكرة ليس فقط هو شعار هذا المهرجان، بل هو كما يقول منظموه طريقهم للإجابة عما يجول في خواطرهم، بالإضافة أنه يمثل مفتاحهم للعبور إلى بوابات الثقافات الأخرى. من داخل قصر رام الله الثقافي، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.